لبت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة ممثلة بوفد منها دعوة كريمة من قبل الأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة التي أقامت مهرجان رزية سامراء للذكرى السنوية لتجديد الاعتداء الذي طال المأذنتين الشريفتين لمرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام. توجيه من العتبة الكاظمية المقدسة، لبينا دعوة العتبة العسكرية لحضور رزية سامراء الذكرى الأليمة لتفجير المأذنتين الشريفتين لمرقد الإمامين العسكريين، وبهذه المناسبة نجب العمل الإرهابي اللي قاموا به التكفيريين لطمس الدين والهوية الإسلامية وردع المسلمين وردع العلم والمعرفة ورفع الظلم والجهل. وتعد هذه الذكرى من أشد الأيام حزنا وأسى على المسلمين لما تمثله من جريمة بشعة طالت حرمة آل البيت عليهم السلام ومقدساتهم. وقد حضر عدد كبير من الشخصيات الدينية وممثلي العتبات المقدسة، كما أشار المهرجان إلى ذكرى استشهاد خامس أئمة أهل البيت الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام. وهذا المهرجان تضمن العديد من الفعاليات من عرض اللوحات المصورة ومشاركة الشعراء في ذكرى تفجير المأذنتين الشريفتين بحضور عدد كبير من الوجهاء والأساتذة وعدد من معتمدي المرجعية العليا. تضمن هذا الاحتفال عددا من الخطب والقصائد التي بينت بشاعة هذا العمل الإجرامي، وكما حثت على وحدة الصف ورص الصفوف إن شاء الله وإشاعة السلم الأهلي. كذلك يصادف في هذا اليوم انطلاق ذكرى الجهاد الكفائي من قبل سماحة السيد المرجع الأعلى السيد السيستاني، كما تضمن الاحتفال الإشارة إلى ذكرى شهادة الإمام الباقر التي تصادف هذه الليلة. إذن فهي ليلة مفعمة بكثير من الحزن. ما زلنا نعيش ذلك الألم الذي شمل جميع المسلمين والمؤمنين لحظة حدوث الاعتداء على بيت من تلك البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لبرنامج هنا الكاظمية، حيدر رائد.